السلام عليكم ورحمه الله. معكم انور علي من دعوه تكنولوجي. في فيديو النهارده هنتكلم على الوايرلس لان كيت او تجميع اجهزه الانذار اللاسلكيه من دعوه تكنولوجي. في العلبه اللي قدامي موجود حساسين وموجود كي فوب او ريموت كنترول والارم هاب، الجهاز الرئيسي اللي بيتحكم بجميع السنسورات الموجوده عنه. طبعا كل الاجهزه تسهم بالايزي انستليشن، فبالتالي كل جهاز بيبقى معاه تو واي دبل سايد تيب، فمش محتاج اني اركب اي مسامير او اعلقه في اي حاجه او اني امد اسلاك حتى. كل اللي عليا اني اعلق الجهاز وافضل اوصله عن طريق الفريكونسي او الراديو فريكونسي اللي موجوده بين الالارم هاب وجهاز الانذار نفسه او السنسور. جميع الاجهزه اللي موجوده فيها ليثيوم باتري تتسع حتى من 4 لـ 5 سنين، فبالتالي بعلقه وبنساه، مش محتاج ان انا ارجع له مره ثانيه. اغلب الاجهزه ايزي كنترول، فبالتالي ممكن اربط الهاب نفسه على الموبايل اللي هو برنامج الدي ام اس اس وابدا اتحكم بجميع الاجهزه اللي موجوده. ممكن اتحكم اني اشغل الاجهزه، افصلها، ادي له وضعيه البيت او خارج البيت عشان يعرف ان الاجهزه اللي موجوده ممكن يكون قدامها حركه حاليا، فبالتالي يديني اشعارات او لا. الالارم هاب ممكن اوسع عليه 4G او شريحه عشان يديني اتصالات لا قدر الله حصل انذار او حصل مشكله او اي حركه قدام الاجهزه وادت انذار عن طريق الجهاز نفسه. هو بيدي اتصال على ارقام مخزنه في الجهاز، او ان هو يبعت اس ام اس مسجز او رسائل نصيه للارقام المخزنه، او يدي انذارات عن طريق الهاتف. هنفتح الجهاز اللي قدامنا. طبعا التجميع الموجوده بموديل ARTداش ARC 3000. هنفتح التجميع اللي موجوده. كل جهاز بيكون موجود فيه دور كونكشن سنسور، ويكون فيه PIR ديتكشن او الموشن ديتكشن سنسور، والكي فوب والارم هاب او الجهاز الرئيسي اللي بيتصل عليه جميع الاجهزه دي. اول ما بنفتح العلبه بنلاقي اول جهاز موجود قدامنا هو الالارم هاب او الجهاز الرئيسي اللي بيتصل عليه جميع الاجهزه. طبعا الجهاز ده نفتحه دلوقتي ونشوف محتوياته. بس واحده من اهم المميزات الموجوده في الجهاز ان هو بيتصل على مالتي نتورك فريكونسي، فممكن يتوصل على شريحه 4G او ممكن يتوصل على واي فاي كونكشن، ممكن يتوصل على ايثرنت او كيبل كات 6 بمده على الجهاز. طبعا الجهاز موجود فيه بلتن باتري عشان في حال لا قدر الله الكهرباء اتقطعت لاي سبب من الاسباب الجهاز هيفضل شغال. في تو واي كوميونيكيشن، فبالتالي ممكن اتصل عن طريق الكي هاب او عن طريق الجهاز الريموت كنترول الموجود، او عن طريق الدي ام اس اس ممكن اديله اوامر واغير الابدات الموجوده فيه. نفتح الجهاز دلوقتي ونشوف محتوياته. اول ما افتح الجهاز هنا هنلاقي الجهاز نفسه موجود في اول خانه، هنشيل الرقم عليه اللي مغلف بغلاف بلاستيكي. ده شكل الجهاز. بعد كده هنلاقي باور ادابتر موجود في الجهاز عشان الجهاز يبدا متصل بالكهرباء، وبرده يشحن البطاريه عشان لو الكهرباء قطعت تفضل شغاله لحد ما الكهرباء ترجع مره ثانيه. برضه هنلاقي فيه كابل كات 6 او كابل ايثرنت موجود عشان اوصل الجهاز بالانترنت بشكل مباشر. دي اغلب الحاجات المهمه اللي موجوده في الالارم كيت بشكل اولي من ناحيه الكي هاب او الجهاز الرئيسي. بعد كده هننتقل على جهاز البي اي ار ديتكشن او حساس الحركه وهشوف المحتويات الموجوده فيها. بعد كده عندنا الوايرلس بي اي ار ديتكشن او الموشن ديتكشن الارم اللي بيلتقط اي حركه، ممكن يلتقط حيوانات لحد وزن 18 كيلو ويديني عليها الارم. لو انا حابب ممكن اوقف الخاصيه دي. الجهاز بيشتغل على الاي ار انفراريد ديتكشن، فبالتالي بيديني مسافات عاليه ممكن توصل لحد 30 ل 40 متر كمان من الديتكشن. زي ما قلنا كل الاجهزه اللي موجوده فيها ليثيوم باتري، الجهاز ده موجود فيه ليثيوم باتري توصل لحد 4 سنين من العمل، فبالتالي مش محتاج ان اغير البطاريه او اوصله باي باور كونكشن. هنفتح الجهاز دلوقتي ونشوف محتوياته. طبعا اول ما نفتح الجهاز كل اللي بنلاقيه هو السنسور نفسه. بعد كده هنفتح العلبه من الاسفل هنلاقي الدبل فيس تيب، فبالتالي ممكن الزقه على اي مكان في الحيطه عشان اوصل الجهاز، مش محتاج اني اوصله باي مسامير او اعمل له اي فتحات. طبعا عندنا الستارت جايد او المانوال بتاع الاستخدام الاولي للجهاز، وبتكون دي كل محتويات العلبه بالنسبه للموشن ديكشن سنسور. بعد كده عندنا الوايرلس كي فوب او ريموت كنترول خاص بالجهاز. عن طريق الجهاز ده انا ممكن اتحكم ب4 وضعيات موجوده في البيت او الوضعيه اللي هي الهوم، فبالتالي الوضعيه دي بتمكنني اني احدد انذارات معينه او حساسات معينه موجوده داخل البيت او المصنع او المكتب ما تشتغلش في وضعيه الهوم عشان ما تعمليش انذارات. بعد كده عندنا وضعيه الارم في وقت اني خارج من المكان، بشغل الوضعيه عشان ادي تعليمه للجهاز ان جميع الانذارات تبدا تشتغل، وفي حال اي حركه او اي انذار يرسل لي رسائل. او الديس ارم بحيث ان انا حابب اعطل جميع الارمات الموجوده او السنسورات الموجوده، او زر الالارم او وضعيه الالارم اللي بتشغل الانذارات بشكل يدوي. طبعا زي ما قلنا قبل كده كل الاجهزه اللي موجوده بليثيوم باتري، بالنسبه للمفتاح او الريموت كنترول موجود فيه ليثيوم باتري تشغله لحد 5 سنين. بعد كده اول ما نطلع الجهاز بنلاقي تحت كده علقه عشان اقدر ان انا اوصل الجهاز بعلقه مفاتيح
او اي علامه موجوده عندي عشان ما انساهوش او اسيبه في مكان وده مني. فبالتالي بوصل الجهاز بيه وعلقه عندي عشان يبقى معايا لازم اغلب لون. فاخر قطعه موجوده عندي في الكيت او التجميع نفسها عندي الوايرلس تول تكشن، بيكون منه قطعتين، قطعه بتركب على الفريم الخاص بالباب والقطعه الثانيه بتركب على الباب نفسه، ممكن اركبها على النوافذ برضه. القطعه دي بتديني لحد مسافه بين القطعتين نفسهم لحد 40 متر، في حال ان هو تعدى ال 40 متر بدون انذار طبعا ممكن اقلل المسافه دي ل 10 5 او 3 امتار على حسب الباب او الشباك اللي انا مركبه عليها هيبقى المسافه بينه قد ايه. الجهاز اول ما نفتحه هنلاقي قطعتين موجودين هنا، القطعه الرئيسيه بنلاقي عليها الانذار الاحمر ده، والقطعه الجانبيه اللي هي بتركب على الفريم نفسه بيكون فاضيه بالشكل ده. عندي على الجناب علامه بتحدد لي اي قطعه بتركب باي شكل عشان ما اعكسهاش، سواء كده او الناحيه دي، بالتالي لو اتعكست بالشكل ده مش هتشتغل. فعندي لازم ازامن القطعتين دول او الشكلين دول مع بعض، فبالتالي الباب بيبقى كده. اول ما بيديني مساحه بينهم بيديني قرار. بعد ما نفتح الجهاز اللي عندنا في محتويات العلبه جوه اسلاك، لو انا حابب اوصل السنسور نفسه بقطع خارجيه او الارم هاب من براند تاني، هلاقي برضو الدبل سايد تيب عشان اوصله بالباب، والكفر الخاص بالجهاز من الاسفل عشان لو حبيت اعمل له ريسيت بفتح الكفر ده واضغط على البن الموجود بيعمل الجهاز ريسيت ويفصله عن القطعه الرئيسيه الموصله بيه.